هذه كرة إلى كامل كوايا، ما زال يبحث، تصل إلى نديم، صباغة عالية ولا بعاد في المرة الأولى، باسل يهيئها إلى نصوح مرة أخرى، زكريا، الله، ثلاث دقائق فقط، ثلاث دقائق فقط ليكرر زكريا العمري ما فعله منذ جولتين بتسديدة أمام جبلة، يكررها الآن أمام الكرامة، تسديدة من خارج المنطقة تسكن شباك ويليام غلام، ويسجل بالتالي أول الأهداف، وكرة ملعوبة من نصوح ناحية مالطا، يحاول مالطا لعب الكرة على الجهة اليمنى، ممكن محاصر بالفعل، يمرر إلى باسل مصطفى، عرضية على القائم البعيد، زلزال في ملعب الباسل في حمص، زلزال، هدفين في دقيقتين وانهيار كلي في دفاعات فريق الكرامة. نصوح يدخل داخل منطقة العمليات وركلة جزاء بالفعل، محمد مالطا يتقدم، يسدد، ثالث الأهداف